جهود غير مسبوقة قامت بها مصر بجميع القطاعات ولا سيما بقطاع الموارد المائية والري، وجاء عام 2023 متوجا لتلك الجهود التي حققت نتائج ملموسة ترجمتها الأرقام لضمان الأمن المائي الدولي. أهلا بكم. جهود التنمية التي بذلت في قطاع الموارد المائية والري في عام 2023 جاءت لتساهم في تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. مجرى نهر النيل حظي باهتمام كبير ضمن مشروعات الري، حيث تم إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 8390 منشأة صناعية على المجال المائية والأساسية والفرعية للنهر. كذلك جرى استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي تشكى والانتهاء من تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم 4 بالمنطقة بطول 9 كيلومترات بإجمالية تكلفة بلغت 1,700,000,000 جنيه بمجرى نهر النيل. أعمال وزارة الموارد المائية والري تنوعت بين العديد من المجالات، من بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترعة. تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال بلغت 7,200 كيلومترا وجاري تأهيل 4,600 كيلومترا أخرى. أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة، منها عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع. مشروعات الموارد المائية والري شملت مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليون متر مكعب في اليوم. جاء ذلك عبر العديد من المحطات مثل محطة معالجة مياه مصرب بحر البقر والمحسمة ومحطة الحمام. كذلك جرى تطهير 22,000 كيلومترا من المصارف والتكريك بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا. من ضمن المشروعات أيضا أعمال حماية للشواطئ بأطوال بلغت 144 كيلومترا وتنفيذ 1470 نقطة للحماية من أخطار السيول، إضافة إلى متابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان. كذلك تم تنفيذ مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية بأطوال بلغت 90 كيلومترا، بالإضافة إلى مشروع لحماية المناطق الساحلية المنخفضة بشمال دلتا النيل والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر. جهود قطاع الموارد المائية والري تأتي في إطار سياسة عامة للدولة باتخاذ الخطوات الاستباقية لمواجهة التحديات المتعددة على كافة المستويات.